طرقات منظمة، أبنية شاهقة، محال تجارية فخمة، تلك هي صورة الأشرفي في نظر الكثيرين، لكن ما يخفى على هؤلاء هو الوجه الآخر لصورة هذا الحي الراقي. فهناك أبنية قديمة وشوارع ضيقة وبضائع زهيدة الثمن، ومسن يجلس على كرسيه يقرأ تاريخاً كان منصفاً في يوم من الأيام. في ناس عايشين فوق باللوج، وفي ناس فقراء ما معهم يأكلوا، بتغدوا ما بيتعشوا. هذيك بصراحة، لأنه نحن عايشين بالطبقة المتوسطة، لنا أغنية أغنية ولنا فقراء فقراء. رأيك بعد في طبقة متوسطة؟ لا، هيا لا، أو غنى غنى أو فقر فقر. هنا يجلس كبار الأشرفي يتذكرون كل ما تحمله جدران مدينتهم من أخبار عن حروب ومعارك تارة، وعن سهرات وحكايا تارة أخرى، وهم ما انفكوا يروونها لأولادهم الذين ما بقي لهم إلا فسحة أمل في اللعب هربا من ضجيج النزاعات المحيطة بهم. يوم كتير مبسوط لأنه في مسرحية، وأنا مع هلا دينا عم نلعب. عاملين توعية للناس حتى أهل أهمية الفرز بالبيوت. من وين أنت يا يوسف؟ الأشرفية. ودائما بتجي بتلعب هون بهيدي الجنينة؟ إيه. يوم لعب مجاني قبل بداية العام الدراسي نظمته جمعية لوغوس، رغبة منها في إعادة الفرح إلى الأطفال مهما كانت طبقتهم الاجتماعية. ما حدا بيعرف أنه بالأشرفية في عيال بحاجة لمساعدة. الأشرفية هي مقسومة باسمين، في القسم الغني واسم الفقير. نحن عم نتوجه لهذا القسم الوسط والفقير لنجي نقول نحن حدكم. هاي بداية السنة أجواء حلوة وأجواء مرحة، أنه لا تعوا نحن عم نساعدكم، نحن حدكم. في حديقة اليسوعي في الجعيتاوي عادت الطفولة التي تاهت بين قنابل الفقر والحرمان، وهنا يلهو أطفال من دون أن يدروا ما يخبئ لهم غد نرجو أن يكون أفضل. جوال الحجموسة، قناة الجديد.